غنت فأبدعت. شايف المكان مزهزه بألوان، وشايف الطيور بتغرد الألحان. أبدعت في كافة الألوان. عمال على بطال تطلبني وتقول لي بعادي تقتلني. النجمة اللبنانية لورا خليل. بدي وجه تحية كتير كبيرة لكم، لكل المستمعين نورس اف ام، هالإذاعة الرائعة جدا، هالبروجرام اللي حكون متواجدة فيه السبت الساعة 6 دافك على كيفك. بحب، يا ريت بقدر اكون موجودة معكم لشوفكم كلكم لايف، بس انا بحبكم كتير كتير كتير، وبليز اسمعوني وكونوا كتير كتار، لانه بدي احكي كتير اشياء جديدة، ودايما كل جديدة عبر نورس اف ام. بحبكم كتير كتير كتير، معكم لورا خليل. لورا خليل. وينك يا مسافر طولت الغيب، تاركني لحالي واني غاري. لورا خليل ضيفتنا في ضيفك على كيفك السبت الساعة 6 المساء. يا خالي قرب العيد، بدي منك عيدي يا خالي. نورس راديو 93.5 FM. ضيفك على كيفك. ضيفك على كيفك. بروفايل نجوم وفنانين أدباء كتاب وممثلين. ضيفك على كيفك. ملتقى أبرز الوجوه الفنية والإعلامية المحلية والعربية. ضيفك على كيفك بيطل عليكم كل نهار سبت الساعة 6 المساء على نورس FM. ضيفك على كيفك. نورس راديو 93.5 FM. خليها معك. شكرا ميشيل، مساء النور والسرور الأصدقاء والأحبة المستمعين الأوفياء لراديو نورس ولبرنامج ضيفك عكيفك، هالبرنامج الأسبوعي ذو الطابع الثقافي والفني المنوع. ببداية هاللقاء بدي وجه تحية خاصة لزوار مدينة النخيل أريحة المصطفين والمتواجدين حاليا بالأماكن السياحية والمتنزهات. أمنياتنا تقضوا بأرجاء أريحة والأغوار أمتع وأطيب الأوقات. نورس أف أم بترافقكم دوما، خليها معك. مستمعينا، الموجة العاملة بأريحة وقراها ومخيماتها وتجمعاتها البدوية بأرجاء المحافظة هي 93.5 FM، ويمكن للأحبة الأصدقاء خارج حدود هالمحافظة الجميلة ويلي بلش الطقس فيها يكون لطيف فيكم تسمعونا عبر الموقع الإلكتروني ضمن نافذة البث المباشر قبل إطلاق الموقع رسميا jawa.ps. اسمعوا نورس راديو من كافة أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني jawa.ps. jawa.ps. عمال على بطال تطلبني وتقول لي بعادي تقتلني. مش متعود بيطمني حاسه بحاجه، انا خايفه تكون كده بتخوني وضميرك قالك كلمني. هيجنني سؤالك عني واللي تعبني ان انا مش ماسكه عليك حاجه. عمال على بطال تطلبني وتقولي بعادي تقتلني. مش متعود على كده منك وكلامك مش بيطمني.
جميلة من جميلات الفن في الوطن العربي، أبعدها الزواج والأمومة عن الأضواء، لكن الشوق للغناء سرعان ما أعادها للساحة الفنية. حضورها محبب وتمتلك صوت يعد من أقوى الأصوات في الوسط الفني. لونها الغنائي هو اللون البدوي اللي لاقت نجاح واستحسان الجمهور، وتربعت على قلوب المحبين والمعجبين بلونها يلي ترك أصدى إيجابية من خلال أغنيات أهمها وينك يا مسافر، ضمك، ليك، ومؤخرا يا خالي. من بيروت وعبر الهواء مباشرة بتنضم لنا الفنانة الكبيرة لورا خليل بلقائها الأول في مسيرتها الفنية الحافلة بتطل على جمهورها الفلسطيني عبر النورس اف ام. مساء الخير لورا. مساء النور، سعدين بإطلالتك الأولى عبر هوانا، أهلا وسهلا فيكي. تسلم، بدي أشكرك وبدي أنا بدي أقولكم أنه أنا كتير مبسوطة لأول مرة هيك عم بحكي معكم عبر الإذاعة الكريمة نورس اف ام. بدي أحيي كل اللي عم يسمعوني وبدي أقولكم يا ريت وبتمنى أحد الأيام أني أقدر أوصل على هالبلد اللي بحلم وهي حلم كل إنسان أنه يجي يزورها. أهلا وسهلا فيكي، وهذا شرف كتير كبير لنا ست لورا. ليه لقائك الأول عبر الإعلام الفلسطيني لهالدرجة صعب الوصول للفنان لورا خليل؟ صعب الوصول لألي؟ لهالدرجة لأنه لقائنا الأول مع حضرتك عبر وسيلة إعلامية فلسطينية. لا أبدا، أنت يعني جربتني مبارح صحيح وكنت لبيت الطلب بسرعة. نعم. نعم ابدا، بس كانت لاول مره حدا بيدعيني اني اكون مباشر معه. نعم، نحن دونا نختار الافضل لست لورا. بدي اطمنك بالبدايه واقول لك انه اغانيك عم بتلاقي الرواج والنجاح الكبير بفلسطين بدون مجامله، فعلا لونك مميز واختياراتك صائبه ست لورا. بدي اشكرك وبدي اشكر الرب طبعا وتشكر كل الجمهور يلي حب هالستيل وحبني بهالستيل وعم بشجعني تلقائيا طالما حب هالستيل عم يعني انا عم بتشجع لاعمل كل مرة أغاني أحسن، أغاني أهم، أغاني أقوى. نعم لورا، مثل ما ذكرت مقدمتي تميزتي باللون البدوي رغم غنائك لألوان غنائية مختلفة ونجاحك فيها، لكن صوتك بيلمع باللون البدوي. بنظرك قديه عم نفتقر لهاللون بالساحة الفنية اليوم؟ يعني هلأ ليك عم بيزيد، يعني أنا ما عم حس إنه لأنه العالم حبته صار بيه ما كان بده غني، بس نعم شاطر يلمع. صح. أنا بدي أتشكر، أنا غنيت مصري نجحت، عمال على بطال، بخاف على زعلك، 60,000 سلامة. يعني غنيت المصري، غنيت اللبناني، غنيت ديو مع فران ميرا بهالألبوم. نعم. عندي غنيتين يعني الكلاسيك، غنيت أبدا روق أعصابك، بس بالنتيجة العالم بدها فرحة. يعني بنروح على الحفلات كنا نغني الاغاني شوي لنا الكلاسيك وبعدين نغني كله لغيري. نعم. قلت ما بدي اعمل ستيل لالي وارجع للوني الرئيسي اللي بلشت فيه مثل موفق حبيب الروح. نعم. مثل قبل الرحيل، مثل عذرا، هيدا انا اللون انا بلشت فيه. نعم. لورا، قديه صحيح يلي بغني اللون البدوي بيسهل عليه غناء باقي انواع الغناء؟ ليك مش بسهل انك تغني الكلاسيك، الكلاسيك من اصعب الالوان. نعم صحيح. يعني انا لما كنت بلشت مع عميلقه سلطان الطرب ومسيرته، يعني انا بلشت بدايتي مع سلطان الطرب 5 سنين وكنت غني كتير، كان ابو وديع اللي غني الصورة ما تغني كتير، كنت غني كتير طرب. نعم جميل. يعني بدي اتشكر الله على القدرة العتينية اللي بغني الطرب بنجح فيه، اللي بغني المصري نبغني، بس أكيد يعني لمعت بالبدوي لأنه أنا أكل اختياراتي جيدة جدا. نعم هذا الشيء كتير بيجمعوا عليه. لورا، ما بعرف إذا طلبنا منك ببداية هاللقاء تسمعينا إشي، شو عبالك تسمعينا؟ شايف المكان تزهزه بألوان، شايف الطيور تتغرد الألحان، شايف الزهور تتميل على الأغصان، سألت القصة قالوا الليلة الليلة بيوم العيد سمعت الخلايان، يا خالي بيوم العيد بدي منك عيدي خالي، يا ابن عبا يا وعلا، يا ابن عبا يا وعلا،
والعيد يدوب جزيرة والعزة والردني خالي يا ابو العباية وعلا يا ابو العباية وعلا. الله يسلم هالصوت لورا. يسلم. هاي من أجدد الأغاني ما هيك؟ نعم. من أجدد الأغنيات اللي طرحتيها مزبوط. بالسوق مؤخرا. مزبوط. كنا لعبناها فترة العيد بتخيل وكانت مناسبة جدا لهالأجواء. تخبرينا عن حبك لغناء الفولكلور والأغاني التراثية. أكيد من نتيجة الواحد يعني أنا بيئة أنا بنت جبل. نعم. بنت بيعة بنت بيعة إلى تراثة ودي أنه بين. ولا أكيد يعني كتر خير قال له أنه بحب هذا اللون لأبرافي. حلو كتير هو لبالك فعلا. لورا غنيتي ألوان مختلفة سواء مصرية لبنانية كلهجتك طبعا وبدوي لهجة بيضة ونجحتي بكل هالألوان الحمد لله. دي فكرة طرح ألبوم غنائي منوع مطروحة على جدول أعمال لورا خليل تجمعي بكل هالألوان الغنائية؟ يعني بدي أقول لك أنه أنا مبدئيا الألبوم فردي ما بيندم كبار كبار العمال يعني الملحنين والكتاب مثل حعدد لك مثل الأستاذ وسام الأمير مثل ياسر جلال مثل سمير صفير مثلا سمير صفير مثل نزار فرانسيس سمير صفير يعني كتار وكتار. حلو. الألبوم منوع عندي في اثنين ديو مع ديو مع مين الديو؟ مع فران ميرا الإسباني واحدة من كلمات نزار فرانسيس وألحان سمير سبيت. جميل هو التوأم يعني مجرد ما نزار سمير شركاء دائما واحدة من كلمات أليكسي سانتين من ألحان جان صليبة وعندي من الأستاذ وسام الأمير اثنين من ألحانه من كلمة حسين إسماعيل من توزيع روجي خوري. نعم. عندي خمس أغاني من كلمة وألحان ياسر جلال ليني وينك يا مسافر وضمك وانترتك حبيبي وكتار يعني بعد في اثنين من توزيع ناصر الأسعد وروجي خوري. نعم بنوجه لهم تحية. صار تقريبا ردي ناطرة شركة تعطيه الدعم المناسب حتى نقدر نتعاون سوا بهذا الألبوم. إن شاء الله بلاقي النجاح الكبير والمتوقع. اللي عرفته منك إنه السينجلز اللي طرحتيهم قبل رح ينضموا لها ألبوم ما هيك؟ نعم. عدد أغنيات الألبوم لورا؟ أنا بدي أسألك تفضلي الديو أنا وفران ميرا وصلت لك أو لا؟ لا بعد الحقيقة كنت عم بسألك عنه هو الإسباني ما هيك؟ تبعتي الإيميل تبعك لأبعت لك إياها لتشوف هيدي من كلمات الأستاذ نزار فرانسيس والحان نحن كتير شو حلو. إن شاء الله محمسين نسمع هالأغنية وإن شاء الله حيكون على تواصل معك ست لورا ونواكب كل أعمالك ومختلف أغنياتك. كنت سألتك عدد أغاني الألبوم الجديد المتوقع طرحه بالأسواق قريبا كم عددها؟ تعال للعشر أغاني. موعد طرحه بالأسواق ولا هلأ ما تحدد؟ ما في بعد هلأ بدي نزل أغنية من كلمات حسين إسماعيل ألحان أستاذ وسام الأمير توزيع روجي خوري قريبا جدا. حلو. هل في نية لتصوير فيديو كليب من هالألبوم؟ طبعا طبعا طبعا. في أغنية معينة تحددت ولا بعد؟ في المهاجر. أوكي كنا حابين نسمع شيء من الغنية اللي ذكرتيها الديو مع الإسباني. لا هيدي بدي أبعتك إياها سكوب صراحة أنا بالسيارة وماني كيف بالسيارة أوكي عرفت عم شو وبدي كل واحد يغني كمان مقابلة لأنه مبسوط خلينا معلينا نسمع بكرة بأقرب وقت إن شاء الله عبر إن شاء الله أنا بدي من خلالك ونعلن الهواء لكل سمع عم بيسمعنا بهاللحظة رح نسمع إن شاء الله بكرة جديد الفنانة لورا خليل عبر هوانا بشكل حصري أغنية ديو بتحمل عنوان مطرح ما كنا غناء لورا خليل إلى جانب فران ميرا اوكي لورا ما بعرف اذا بتحبي تسمعينا هيك شيء على بالك بهاللحظات تكون كاستراحه فنيه من عندك يا ولا صعب نسمع من عنا بدي اغني لك ضمك يلا بنسمعها لا يحرمني منك الله يخليني الا لا يبعدنا عنك حبيبي أنا بدي وردي تزين لي عمري شمعة تدويني دربي وضمك ضمك 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 عصدري وشمك
يلي روحك من روحي يلي دمي من دمك فأنا وياك أنا وياك. يسلم هالصوت لورا، من أجمل الأغاني الحقيقة. لورا بدنا نتوقف نحن وانتي عند بعض العناوين يلي والمقالات يلي انتي ذكرت على لسانك، بدنا نتوقف نحن وانتي عند بعض العناوين والمقالات واللقاءات يلي ذكرت على لسانك ونعرف تفسيرها منك اذا في امكانيه. نعم. لورا بتقولي في لقاء مع مجلة المرأة اليوم: الجمهور العربي لم ينصفني. باي مرحله ما نصف الجمهور لورا؟ لم شو؟ لم ينصفني. ينصفني؟ نعم، يعني ينصفني يعطيني حقي أكتر. ولا أنا يعني بكون قلتها بغير معنى، بس ممكن إحدى بأحد اللقاءات قلت إنه اختيارات هرجايدة مشان هيك. ممكن ممكن الجمهور معه حق كان فيها، لأن اكتشفتها مأخر مع الوقت. بس هلا يعني تلقائية من مهرجانات الزين إذن بيسور الأردن، يعني وين ما رحت، رحت على إربيل، رحت على وريفر، كانوا الحفلات جدا 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 ناشين. يعني اكتشفت هذا الشيء تلقائيا، أكيد ما كان معي جمهور لأنه من وراء اختياراته. نعم. بتقولي بلقاء آخر: أهتم بمظهري الخارجي دون مبالغة. وهون هذا الشيء بيقودنا لإلك يا ست لورا، قدي بنظرك. نعم. بتقولي بإحدى اللقاءات: أهتم بمظهري الخارجي دون مبالغة. وهون طبعاً هذا واجب علينا على نعم. كل فنانة أن تطل بصورة كتير مرتبة عبر جمهور، لأنه الصوت مش كامل أني أنا طل نعم. بصورة غير جيدة على جمهور، يكون اللبس، يكون الجمال كتير مهم كمان. قدي بنظرك لورا صار الشكل يطغى على الموهبة أو على حساب الصوت؟ العالم صار فيه الاستعراض. نعم. هو ديبيندينج كله على الشكل. بس أنا ديبيندينج على صوتي وعلى كتر خير الله مظهر مقبول جدا. جميل. لورا، أغنية الديو مع الفنان السوري علي الديك ليك ليك لقت النجاح الكبير وكان واضح طبعا. في انسجام بالأصوات. تخبرين عن فكرة الديو، وهي كمان عم بتعديها مع المغني الإسباني اللي ذكرنا اسمه من شوي، كمان دي بنظرك هالفكرة لما تعديها بتلاقي نفس النجاح أو الرواج أو بتخف عند المتلقي؟ أنا بدي وجه تحية كتير كبير للفنان الرائع جدا علي الديك، وبدي أقول له أنه ما لازم نوقف عند هيدا الديور. نعم. نعمل واحد تاني لأنه هيدا من غير دعم نجاح. نعم، نحن بدورنا كمان نوجه تحية. الفكرة كانت من الطرفين ورديس، وطبعا صوت كتير كبير علي الديك. نعم. ويعني وقريب من لونك بتخيل. الاحترام. نعم، كنت بقول انه قريب من لون لورا خليل. الو. نعم، معانا ست لورا. انا معك. كنت بقول انه قريب من لونك الفنان علي الديك. طبعا طبعا طبعا، يعني ان كثير اجتمعنا بحفلات وحنجتمع طبعا بتورات وبحفلات قريبا جدا ان شاء الله. تلاقوا يا رب النجاح الكبير. بسلام. لورا، نحكي عن اعمالك المصوره، بنلاقي في قله بالاعمال المصوره مقارنه بمسيره لورا الفنيه الحافله، يا ترى شو السبب؟ مثل كنت عم بقول انه في قله باعمالك الغنائيه المصوره الفيديو كليبس. في قله ايه، لانه ممكن الانتاج شوي او مش يعني ما من سنة نزلت دمك أو سنة ونص، هلا قريبة حصور. بس لأنه هيك بنعجل بالحفلات بالتورات. بنزل غنية والإنتاج صعب جدا. بالزبط. هون لسه عم بتعمله بجي معين، أنا ما في شركة حد هلا. هون كنت سؤالي لحضرتك كان: هل عدم وجود شركة إنتاج أو ترويج كافي لأعمالك هو السبب وراء قلة هالإنتاج الغنائي؟ أكيد أكيد أكيد. اوكي جميل. لورا، لا شك انه صوتك جميل ومن اهم الاصوات في الساحه العربيه. حفلاتك المقبله لجمهورك ومحبيك اللي حابين ينطروك ويعرفوا اخبارك. انا ليك شاركت بكثير كثير 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 حفلات واعراس شلعتين بعتب كثير ان شاء الله. نعم. هلا بعد عندي 3 حفلات بلبنان، ومن بعد عندي تور امريكا كندا، وهذا كل شيء، وعندي حفله بدبي. حلو كتير، ان شاء الله موفقه بكل رحلاتك وجولاتك وحفلاتك لورا. كلمه اخيره بتوجهها لورا خليل لجمهورها العريض بفلسطين. بدي اقول لكم كلمه واحده، اني انا بحبكم كتير كتير كتير، وعم بحلم من اشي لعندكم ان شاء الله بجمهور اللي بحبني بفلسطين. نعم. بحبكم كتير، والله يكون هيك معكم وتكون بلادكم يا عم السلام كل العالم العربي
لحتى يعم السلام بهالبلد الرائعة جدا. البلد بلد بلدنا الثاني. الله يسعدك لورا، شكرا لك كثير، فعلا اللقاء كان حلو، وان شاء الله هالأمنية تتحقق والحلم كمان بصير حقيقة وبتكوني هون بينك وبين أهلك كمان. أهلا وسهلا فيك لورا. بدي أقول لكم أنه اسمعوا لكل المستمعين، اسمعوا كل جديد عبر الإذاعة الرائعة جدا. شكرا، نورة سفا، هذا شرف كبير. شكرا لك ست لورا الفنانة اللبنانية الكبيرة لورا خليل، سعدنا بلقائك، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. من خلالك بنوجه كمان تحية كثير كبيرة لكل الشعب اللبناني الشقيق. وصل. شكرا لك ست لورا، بأمان الله، مع السلامة. أمين. كل الشكر لكم مستمعينا الكرام، كان معكم ميشيل ميكيل في هندسة الصوت وعوض اليماني خلف الميكروفون. للملتقى هي تحية وإلى اللقاء. شايف المكان مزهزه بألوان، وشايف الطيور بتغرد الألحان، شايف الزهور بتميل على الأغصان. سألت شو القصة قالوا لي الليلة، الليلة بيوم العيد جمعت الخلايان.